هنتكلم النهاردة عن الجهاز البولي أو ما يسمى يورينري سيستم. الجهاز البولي بيتكون من مجموعة أعضاء بتشمل الكيدنز اللي هما الكليتين، واليوريترز أو ما يسمى الحالبين، والبلادر اللي هي المثانة، واليوريسرا أو ما تسمى قناة مجرى البول. اللي بيقع منهم داخل تجويف البطن هما الكيدنز واليوريترز. أما بالنسبة للبلادر واليوريسرا هنتكلم عنهم في الجزء الخاص بتجويف الحوض. الكلي عبارة عن عضو على شكل حبة الفول، تقع كل واحدة منهم على الجدار الخلفي للبطن، بيتواجدوا بشكل مايل بحيث ان القطب العلوي لكل كلية بيبقى مايل للداخل وللخلف عن القطب السفلي. كل كلية بتقع على جانبي العمود الفقري عند مستوى الفقرة الصدرية الـ12T12 من اعلى، ومن اسفل عند الفقرة القطنية الرابعة الـ4، مع مراعاة ان الكلية اليمنى بتميل لاسفل شوية بسبب تواجد الكبد في الجانب الايمن واللي بدوره بيضغط عليها الاسفل. وظيفة الكليتين هو انتاج وافراز الفضلات من الدم وتكوين اليورين اللي هو البول، والمحافظة على توازن سوائل الجسم. الكليتين ايضا بيكون ليهم اندوكرين فانكشنز، يعني وظائف غدية بتشمل انتاج وافراز مادة اسمها اريثروبيوتين، واللي بتحفز العظام على تكوين الريد بلاد سيلز اللي هم كرات الدم الحمراء، وايضا بيفرزوا مادة الرينين واللي بتساعد في تنظيم البلاد بريجر اللي هو ضغط الدم، وايضا بيكونوا النموذج او الصورة النشطة من فيتامين دي واللي بتساعد في المحافظة على كالسيوم ابسوربشن اللي هو امتصاص الكالسيوم. بالنسبة لتكوين الكلية فبنلاحظ ان كل كلية بتتكون من قشرة خارجية اسمها Outer Cortex، ونخاع داخلي اسمه Inner Medulla. قشرة الكلية او Renal Cortex بتتشكل كالتالي: التلت الخارجي عبارة عن نسيج كلوي بيحتوي على امتدادات ما بين Renal Pyramids of the Medulla، ودي اجزاء على شكل اهرامات موجودة داخل نخاع الكلية. القشرة او الكورتكس بتحتوي على الوحدة الوظيفية للكلية واللي اسمها نيفرون، واللي بيتكون من جزئين وهما جلوميرلس وكونفيوليتد توبيولز، وبيكون مسؤول عن فلترة اليورين. الرينال مضلة اللي هو النخاع الكلوي بيتكون من اقسام على شكل اهرامات اسمها رينال بيراميدز. الرينال بيراميدز بتكون مخططة من الداخل لأنها بتحتوي على لوبس أو حلقات اسمها لوبس أوف هينل، وبتحتوي على توبيولز أو أنابيب صغيرة اسمها كولكتينج توبيولز. قمة الهرم الخاص بالرينال بيراميدز اسمه رينال بابيلا. بينشأ من الرينال بابيلا كؤوس أو أجزاء على شكل كؤوس صغيرة اسمها ماينور كاليسيز او الكؤوس السنوية. كل كلية بتحتوي على ما بين 7 إلى 14 ماينور كاليسز بتنشأ من الرينال بابيلا. الكؤوس الصغيرة او السنوية بتتحد مع بعضها وتكون كؤوس اكبر او كؤوس رئيسية اسمها ميجور كاليسز، وعددهم من 2 أو 3 ميجور كاليسز. بتتحد الميجور كاليسز مع بعضها في النهاية وبيشكلوا حوض الكلية واللي اسمه رينال بيلفز، واللي بيتصل بعد كده مع الحالب. حوض الكلية او رينال بيلفز بيكون محاط بتجويف ممتلئ بالدهون اسمه رينال ساينس.
كل كلية محاطة بطبقة للحماية، الطبقة دي اسمها جروتس فاشيا أو رينال فاشيا. وظيفة الرينال فاشيا هو تثبيت الكلية بالأجزاء والتركيب المحيطة لمنع حدوث أي جرح للكلية نتيجة ارتطام أو تصادم الجسم، بالإضافة إلى أن الرينال فاشيا بتقوم بدور الحاجز اللي بيمنع انتشار العدوى التي قد تصيب الكلية. الفجوة الداخلية لكل كلية اسمها رينال هايلم، ودي بتسمح بمرور الرينال أرتري والرينال فين واليوريتر إلى داخل وخارج الكلية. كل كلية بتتقسم إلى 5 أجزاء طبقا للإمداد الدموي أو ما يسمى فاسكولار سبلاي. القسم الأول هو الإبيكال، والقسم الثاني هو الأنتيريور سوبيريور أو ما يسمى أبر أنتيريور، والقسم الثالث هو الأنتيريور إنفيريور أو ما يسمى ميدل إنفيريور، والقسم الرابع هو الإنفيريور، والقسم الخامس هو البوستيريور. تقسيم الكلية الأقسام بيساعد في التخطيط الجراحي أثناء البارتشيال نيفريكتومايز اللي هو الاستئصال الجزئي للكلية. اليوريترز أو الحالبين هم عبارة عن زوج من القنوات العضلية طولها حوالي من 10 إلى 12 بوصة، ودورها إنها بتنقل اليورين أو البول إلى اليورينري بلادر اللي هي المثانة البولية. كل حالب بيبدأ من حوض الكلية اللي هو رينال بيلفيز، وبيهبط لأسفل مرا من أمام عضلة مهمة اسمها سواس ماسل، وبعد كده بيتصل بالجدار الخلفي للمثانة بزاوية ميلة، ويتم إخراج البول من المثانة عن طريق اليوريثرا اللي هي قناة مجرى البول.